مشاهدينا، وفي ظل احتفالاتنا بنصر اكتوبر المجيد، بيسعدنا للحديث عن ملحمة حرب اكتوبر المجيدة ان احنا يكون معانا الاستاذ الدكتور احمد كامل الرشيدي، مستشار جامعة اسوان للتنمية المستدامة وعميد كلية التربية سابقا. اهلا بك معانا دكتور احمد. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين، وكل سنه وكلنا طيبين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، وبخير. ان شاء الله يا رب. دكتور احمد، نقول يعني ملحمه نصر اكتوبر او حرب اكتوبر يعني ملحمه تدرس من كل الجوانب، يعني ان فيها نقول يعني دراسه وفيها حكمه وفيها يعني جوانب ايجابيه كتيره، فحضرتك ريت تكلمنا عن الملحمه دي كانت ازاي؟ بصي سادة المشاهدين، يبصوا معانا الملحمة دي أو الحدث ده محدش يقدر يستوعبه ويوصفه ويشرحه إلا اللي عاش فيه. فإحنا عشنا فيه من النكسة للنصر، يعني خدنا 6 شهور، 6 سنين في الجيش و6 شهور، وتقول إحنا قاعدين بنستعد للقتال، لكن الاستعداد ده ورا نكسة بيبقى صعب جدا إن تنتقل من كارثة عشان تبدأ تعيد صياغة الحياة من جديد. لكن أنا بقول على مر التاريخ من سيدنا آدم لغاية الساعة اللي احنا بيشوفونا الناس فيها توقيتات وأماكن وأحداث يقف عندها التاريخ عشان يسجلها. يسجلها إزاي؟ التاريخ ما بيسجلش حاجة ما تستهوهوش، لأن التاريخ ده بيكتب قمة الأشياء وبيكتب الحياه اللي ممكن جدا العالم يستفيد منها. لما نقول في حرب اكتوبر من النكسه 5 يونيو 67 الى الانتصار في 6 اكتوبر 73، الفتره العصيبه دي لم يعني يركن الجيش الى النوم او يركن الجيش الى الاستسلام، لكن العمليات اللي عملها خلف خطوط العدو هي مسجله لدى القوات المسلحه، لكن لدى الشباب ولاد الناس اللي عاشوا بعد الفترة دي ما شافوهاش، أو بيشوفوها أفلام. دي ما تنفعش أفلام، لأن عبارة دي عن إيه؟ عن كرات دم حمراء لابد أن تجري في عروق كل إنسان مصري وكل إنسان عربي وكل إنسان في العالم ما يحبش النكسة والظلم. إحنا فعلا اتنكسنا، ما نقولش غير كده، لكن الكارثة إنك أنت تقعد في النكسة ما تطلعش منها. مات جمال عبد الناصر، وجاء أنور السادات، وكان مع حسني مبارك. التوقيتات بتاعت الحرب، الأسرار اللي اتعملت في الحرب، التكنولوجيا اللي اتعملت في الحرب هو اللي بيوقف عند العالم. لما يجي يقول لك إن خط بليف دايم أي قنابل في الدنيا ما تقدرش تهده، وتهدوا شوية مية، تهدوا شوية مية، يهدوا مهندسين من السد العالي ويفتحوا الثغرات وينزلوا الميه في الارض وبسهوله وبيسر. زي ما قالوا ان كان فيها توفيق من ربنا، ودي ما فيش فيها شك. اكيد طبعا. وكنا احنا في رمضان والله صايمين، وكنا احنا بنستعد جايبين لنا الوجبه بتاعت الافطار اللي هي بيجيبوا لنا الفول والجبنه عشان هنفطر بيها. بعد ولابسين كده لبس عادي خالص. 5 ثواني يقول لك اللي فيه هجوم وفي طيران نزل للعدو، كله يلبس كده قوات مسلحة، يلبس العدة بتاعت الحرب. ثواني من الساعة 1:30 لغاية ما تبدأ المعركة بكل أحداثها وبكل مسلسلاتها، لا محدش كتبها، محدش كتبها ولا حدش وثقها. كل اللي بيتقال ده كلام وكله أفلام، لكن التوثيق الحقيقي التفاصيل للناس الصغيرة بقى اللي انتوا عشتوها الناس اللي عاشوها. وعارف انا حتى بقول يعني احنا اللي باقيين مننا قليلين خالص، يعني مش هيزدوا 10,000 جنيه اللي عاشوا هذه الفترة وعاشوا الحرب وعاشوا الموقع. وتشوف بقى من بورسعيد لغاية ما تشوف السويس، الخط ده كله محتل، مليان بيها دبابات ومدرعات، ومع ذلك احنا نقدر بأبسط ما يكون من الهندسة المصرية والمقاتل اللي بجوه دمه مصر. أنا عايز أقول لحضرتك والسادة المشاهدين، مصر دي أنا بسميها كده كرايل بحب الفلسفة، زي الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي ده في الإنسان، في الإنسان بياكل كل الأشياء ويهضمها، يبقي فيها الصالح ويخرج منها الطالح.
مصري كده. على مر التاريخ هي عبارة عن وعاء هضم كل الحضارات وخد منها المفيد ورمى اللامفيد، ودي ميزة مصر. عشان كده احنا ايه بنقول احنا مصر دي في حماية ربنا، أكيد ما فيش شك ولا حد أبدا يفكر ان مصر دي يعني لا لا لا، مصر دي بحروفها الثلاثة زي كلمة نهر، زي كلمة علم، ملهاش أبدا حل إلا أننا في أعين الله، أكيد طبعا، وأننا في حماية الله. وده اللي حصل في حرب أكتوبر. اللي حصل في حرب أكتوبر، أنا لو أكلمك على الجندي المصري إزاي كان بيدخل وإزاي كان بيحارب وإزاي كان بيواجه وإزاي كان فرحان وهو بينتصر وإزاي كان كده دمه كده، لا لا لا، يعني في ثواني اتغيرت السيكولوجية بتاعته وهو داخل على أرض سيناء عشان ينتقم من هذا الوباء. غير كده كمان الدكتور احمد اسمح لي، يعني غير الجندي المصري نقول الشعب المصري ان هو يستعد، يعني قوه انتماء الشعب المصري للبلد ان هو طالع من نكسه ومنهزم نفسيا ان هو يدخل في حرب، يعني برضو الشعب مع الجيش كان ليه وقفه. هو يعني انا لما اقول الجيش او اقول الشعب، ما هو الجيش مش شعب، اكيد طبعا، والشعب اللي الجيش ما فرقش، يعني احنا الشعب، بالظبط، واخد بالك؟ لكن الشعب كان بيقف موقف عظيم يعني جدا الهزيمة ما أثرتش جدا فيه جدا برضو. جدا. لا لا، والشعب، انا بقول لك الشعب المصري ده، بقول لك عامل زي الجهاز الهضمي، يهضم كل المشكلات ليبقي فيه المفيد وقت ويخرج الصعب منه لا مفيد. بيظهر، وفي وقت لا الصعب ده بيظهر شعب معناه بيستغرب، الشعب العالم المصري. كله يعني العالم كله بيستغرب الشعب المصري، زي ما بقول لك ايه، ملوش كتالوج. ملوش كتالوج، يعني يحتار فيه اي حد، يحتار فيه العالم ويحتار فيه. ولذلك الامثال العربيه يقول لك ايه، يا داخل من مصر، يا داخل مصر من زيك كتير. اذا كنت انت عارف نفسك عالم، لا، مصر كلها عالمه. اذا كنت فاكر نفسك انك انت مش كويس، في مصر زيك كتير خالص. ودي قضيه مهمه جدا. ولذلك الناس اللي بره بيبصوا لمصر اكثر ما احنا بنبص لمصر، وعارفين اهميتها من عارفين اكثر. اهميتها، يعني موقعها ده إلهي، بحارها إلهي. أنا بقول بس كده 100 مليون و10، سواء في كذا أو في كذا، إزاي ربنا سبحانه وتعالى كل صباح بيطعمهم؟ لا، بالظبط، دي مش بتاعت إدارة إذا، لا لا لا، دي بتاعت منحة إلهية. وده اللي مطمنا على مصر، إحنا الناس الكبار اللي قضينا. لكن إحنا عايزين ننقل من خلالكم للشباب إنه إيه، إنه ما يسأمش، انه ما يبقاش قاعد كده مكتئب. لا لا لا، ما حدش يقدر يقول اكتئب قدين احنا واحنا قاعدين 6 سنين ونص في الجيش ومش عارفين هنحارب ولا هنطلع ولا هنموت. قضية تبقى انت قاعد وما ذلك، ساعة ما تأتي الامل تبقى تغيرت كل استراتيجيك وانطلقت كده كالفارس او كالسهم من 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 جرابه عشان تحقق هدفك. دي مهمة جدا. ودي اللي احنا محتاجينها كمان احنا كأساتذة الجامعات او كمعلمين في المدارس، ان نغرسها في الولاد، لأن الولاد دول مع التكنولوجيا انفصلوا عن الواقع. بالظبط، انفصلوا جدا عن الواقع، وما قادرينش الأسرة إن تلمهم وتضمدهم تاني عشان خاطر يبقوا كده يعني يعيشوا الحياة الطبيعية. الولاد كلنا أو معظم لنا الأجيال دي بتاعت النت والتكنولوجيا عايشين في الفراغ العاطفي. ودي بتبقى مش صعبة على مصر، مصر ما فيش عليها صعبة. أنا أبشرك وأطمنك، والله العظيم مصر ما تخاف عليها. ما نخافش عليها أبدا، لأن هي كم هجمات جات عليها وزالت وانتهت، لكن بتبقى مصر. لكن إحنا عاوزين الشباب يبقى إيه؟ يبقى مصر جواه. مصر جواه لما يشوف أي حاجة خارج المطلوب يتحرك بها مشاعريا. دكتور احمد، يمكن زي ما حضرتك بتقول الجيل اللي موجود دلوقتي ما حضرش او ما يعرفش التفاصيل اللي حصلت في حرب اكتوبر. يعني احنا زمان ممكن كنا في معرض الغنائم، كنا بيبقى في زيارات للمدارس، برضو بنشوف افلام عن حرب اكتوبر. زي ما حضرتك بتقول دلوقتي جيل الانترنت او جيل الموجود دلوقتي ما يمكن ما بيتفرجش كمان على الافلام دي، فما عندوش خلفيه عن اللي حصل في حرب اكتوبر. فاحنا ازاي نوثق للجيل اللي موجود دلوقتي تفاصيل حرب اكتوبر واهميتها وايه اللي حصل فيها، يعني من ازاي يعني نوصل لهم المعلومه واللي حصل في حرب اكتوبر؟ هرجع اقول لحضرتك تاني، ما تنفعش عشان نتكلم عن حرب اكتوبر كحاجه كده مكفوله واتفتحت للعالم. يعني يمكن احنا بندرسها في الكليات العسكريه
وفي الكليات المتخصصة في الأكاديميات، لكن في العالم بيدرسوها دراسة إعادة صياغة لفكر الإنسان لكي ينتصر. أولا ينتصر على نفسه. أنت قلت كلمة وسط كلام الشعب، الشعب كان دعم، فبالتالي الولاد الشباب والبنات اللي جايين دول اللي بيسموه بيعيش كده بيسموه في الحياة الافتراضية عالم مش افتراضي. الحياة الواقعية، دول تعبيننا، وعشان ترجعين تاني للحياة الطبيعية محتاجين دعم. صعب. هو صعب لكن محتاجين دعم عشان تقول له دي مصر اللي انتصرت، ودي مصر اللي حاربت، وده العسكري اللي انت شايفه دي لما تشوفه تحترمه على الكبير اللي زي حالتنا واللي جاهد واللي كافح واللي خلاك تبقى قاعد في امن وامان حتى هذه اللحظه. محتاجه بقى صياغه فكر من المعلم او من الام والاب، لكن بس احنا عايزين نصيغ فكر الاب والام الاول. بالضبط، احنا موضوع بندور على البيت اب وام، الأول. بنتي اب وام كده تاهوا مع الـ مع الـ وفي الاخر لبسوا العمه اللي بتاعت الغله، فخلوا هم كده في غلاله، الغلاله اللي هي اللي تكفل عليك ما تشوفيش، مش قادرين نعيش. احنا عشنا في حرب اكتوبر غلى اكثر من كده، عشنا في الظروف اقتصاد أصعب اصعب من كده، طبعا، وما ظروف زالت الحرب تحملت ديت. الناس، تحملت الناس، تحمل الشعب. الشعب ده شعب كريم، شعب عظيم والله، اللي يتحمل كل هذه المآسي ويصبر ويصمد. لا لا، ده شعب يفتخر بنفسه، انا فعلا مصري، واخد بالك؟ لكن دي محتاجه بقى ان احنا لما نعرض له الاحداث بتاعت حرب اكتوبر نعرضها له بشيء من الواقعيه عشان يعرف ان الامر كان صعب جدا، ان كان الموقف لا يمكن ابدا ابدا حد في العالم يقدر يخش على اسرائيل بكل ما والله لو شفت انت النقطه الحصينه انت تقولي لا يمكن، انا بقول لك اهو في 2024 انا تقدر تخشوها. تشوفوا كده بتاع ده خرسانه بمتر الواقع النقعه الحصينه، ومعموله مش بالصياخ الحديد، معموله بقضبان السكه الحديد، مش بالصياخ الحديد، بجديد قضبان السكه الحديد اللي هي بتاعت كانت من العريش ورفح لغايه اخر سينا. خدوا القضبان دي ولاد الكلب من الارض بتاعتنا وعملوا بيها النقط الحصينه. انت ازاي هتخش على الحديد ده؟ ازاي هتخش على عمق الاسمنت ده؟ كان بيقولوا ان كل موقع في نقطة حصينة محتاج 10 قنابل ذرية. القنبلة الذرية تفجر دولة، ومع ذلك فجروها بالمية. عشان تعرف ان يعني التفكير والعقل لا 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 المصري لا، دي فيها القرآن بيقول لك ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. المية حاربت، المية تكلمت، سبحان المية الله. قالت بأمر الله سأنتصر أنا رغم كل ما فعلوه من صناديد ومن أغلال عشان نحميها. فهي محتاجة برضو إعادة تفكير، إعادة صياغة. الموضوع مش سهل، لا أحمد كامل يقوله ولا حد يقوله، لا لا، هم من الناس اللي عاشت الحرب دي قليلين اللي قاعدين لما يسردوا تاريخهم يبقى بيجوه مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر الناس دول، ويقول لهم أفلام وثائقية عشان ازاي خاطر نوثق فعلا بقى، ما هو عايز يعني توثيق للمعلومات على أساس زي الشباب يقول يتعرف. حكاوي، يعني زي ما بيقولوا الأهل حكاوي بقى عشان خاطر كحكاية. إيه تبقى الجيل ده يعني يعرف، مع مرور السنين طبعا، عشان المعلومات دي ما تندثرش، ما يعني تندثرش، بتتجدد بفكر جديد. لان نعم. الشباب دلوقتي احنا بنقول مش الام والاب بس اللي بيربوا، يعني في الانترنت، في اشياء لا، كتيره. الانترنت بيربي كله، ما حدش بيربي غير الانترنت. ايوه، ما حد فصعب يعني ان اي حد يقول لك بربي غير الانترنت يقول له كذاب. ايوه، والله لا، فصعب ده ان احنا بيرضعوا للعيال رضاعه. وبعدين يعني بيقول لك في غسيل الاموال يا بنتي 70% بيروح من الاعلام، غسيل الاموال 70% فيها بيروح للاعلام، ايه؟ عشان خاطر يعمل لك مسح غسيل. المخ ايوه، ويركب فيك اللي هو عاوزه. ودي بقى محتاجينها عشان نبقى فيها وطن داخلك. ما كانش داخلك وطن انت بلا وطن. طب نقول برضو حضرتك حضرت حرب اكتوبر، حضرتها. تحكي لي مواقف كده اثناء الحرب، قبل الحرب واثناء الحرب وبعدين وبعد احنا الانتصار. في اثناء الحرب كنا على خط كبريت وكسفريت وفايد وفنارة اللي هو على قناة السويس، واخد بالك، اللي ما بين اسماعيلية ما بين بورسعيد. بورسعيد. احنا قاعدين قدام نقطة حصينة، يعني شايفين الاسرائيليين في الموقع الثاني في الضفة الثانية لان عرض القناة بس، فشايفينهم بيطلعوا على البتاع ده هم ويلعبوا ويشخبطوا. ف قاعدين احنا بناخد تدريب كده اهو، وبنخش في المواقع بتاعتنا اللي الحصينة احنا بتاعتنا على قدينا، وبنبص على المواقع بتاعتهم وبيبقى قاعدين ايه، والله العظيم بنبقى بنناجي ربنا، ازاي ده هيخشوا ولا ازاي ده هيخشوا ولا ازاي؟ يعني ده انتوا عاملين نضالمة على قناه السويس بحيث لو حد دخل قناه السويس كلها ال 150 كيلو متر كلها تولع نار.
انت تصور بس كده، احنا نحكي للعيال ان في لحظة من اللحظات في مازوت وبنزين هيولع في قناة السويس، اخش ادفوها ازاي؟ بس الحتة دي مش هقول لك انا اي حاجة تانية، لا هقول لك طيارات ولا مدفعية ولا 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 خالص. هقول لك انا عندهم استعداد اللي عملوه ان من بورسعيد للسويس على طول خط قناة السويس انابيب بترول معموله مازوت اللي هو يستحمل النار فوق الميه يعوم، وعليها بنزين بكبريته صغيره، تلاقي قناه السويس دي كلها ولعت في 10 ثواني. خشي لها بقى انت نار اولها في الميه واخرها في الصبح. انا بس عايزك الاولاد يشوفوا دول تخشوا لها ازاي دي، عشان تعرف ان في ايه، ان في الله الحنين اللي بيحب مصر يقلب الاوضاع على هؤلاء الناس، ولذلك بيدرسوه على ان هي ايه، معجزات تاريخيه. مش حرب انسانيه، لا دي معجزات تاريخيه الهيه، ده ما مش ممكن ده لا يخشوا تاني، استحاله. اكدوا كده هم، واحنا لما دخلنا الاسرائيل وشفناهم بدباباتهم ما كان انت تعتقدي ان مش احنا مش ممكن نكون وصلنا لهذا المستوى من النصر، لكن هو يقول وما النصر الا من عند الله. فلما دخلنا بعد ما فتحوا الثغرات وعملوا الكباري وعدت قواتنا ورفعنا العلم، كان الموقف احنا كان ممكن جدا نوصل لغايه تل ابيب، لكن امريكا قالت خلاص ده 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 احنا حتنتهي اسرائيل. والله العظيم لو سابونا كنا وصلنا تل ابيب. كانت بدايتها الساعه كم بقى التعليمات؟ واحدة ونص بالدقيقة كان الطيران دخل وضرب المطارات ورجع. يعني الساعة 2 إلى 3 كان القوارب الكباري بتتعمل والخراطيش المية الهيدروليكي بتنزل على المية عشان تفتح الثغرات عشان تخش سيناء. لا هي خرافة. هي خرافة، لكن في الآخر عارف أنت يقول لك إن مفيش حاجة كبيرة على ربنا. أكيد طبعًا. والله العظيم مفيش حاجة كبيرة على ربنا. وربنا بيحط كده مراده في عقول ناس عشان خاطر، هقول لك حاجة بس. يعني هم عندهم تشفير بأنه يسمعوا أي لغات. لانه اقمارهم الصناعيه ولا سلكياتهم، شوف الزياده في 73 مش في 2024. على اساس ان اي شفره حتتعمل هم نحفشوا، تبقى الشفره النوبيه. ده الراجل اللي مات احنا كنا عندينا صور وقعدنا معاه. يعني ازاي بيقول لكم، يقول لك طب عايزين نعمل كلمه سر عشان يعرفوا. طب هم يعرفوا انجليزي وفرنساوي ولا هيترجم اي لغه في العالم بالضبط. يجيب لغه مش عارفينها. بخير او بغير حاجه، هتقول لها ارقام اي حاجه هيعملوا لها مونتاج ويفتحوا السر بتاعك. لغته برضه ده مراد الله. البساطه يعني لما شفت ايه لغه النوبيه وميه الهيه كانوا سبب النصر. هقولها لك كده بس. لغه النوبيه اصلها مصريه فرعونيه وميه من الله سبحانه وتعالى ينتصر بها الشعب المصري، ويقول توكل على الله الطريق مفتوح يلا عدي ويقول الله اكبر. لكن هي الله اكبر اكيد. والله الله اكبر. لان كم الطيارات اللي جت علينا، لان كذا دوله بتحارب مش دوله واحده كده. بس يعني لا 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 يعني كان هم الناس اليهود دول ناس اغبياء، ناس يعني ايه قلوبهم ما فيهاش ابدا رحمة. اي نوع من الرحمه ما فيهوش من نوع من الرحمه ابدا ابدا. واللي عملوه فينا في 67 احنا يعني قول خدنا طارنا وزياده منهم. لانه كان هم ما لهمش يعني غير ان ايه، ان يعني ان يذبحوا ان يتولع فيهم النار. لان ايه، اذا مسكوكي مش هيعتقوكي، فاذا مسكتهم ما ترحمهمش. ما تبقاش بقول لك لا هو مش بني ادم. هو مش بني ادم. الحرب خدت كم يوم يا دكتور احمد؟ الحرب يعني استمرت كم يوم؟ كنت فيها 16 يوم. 16 يوم لغايه 22، لغايه ما يوقف اطمان النار بعد موضوع الثغره اللي عملوه دي. وكان الثغره ممكن احنا نكهرب البحيره دي وكل مغور في ده، لكن اختلاف الرؤى واختلاف ومقاديرنا عشان خاطر يخشوا ويجموا ورانا ثاني ونوقف البتاع ده. لكن هي برضو مراد الله فينا، عشان احنا برضو لو وصلنا كده كنا خدنا نوع من الغرور، كان قد يكون ما حسناش بحلاوه النص. لكن خدنا 16 يوم حرب. 16 يوم حرب متتاليه. بس هدم خط بارليف كان اول يوم في اول ساعات في الحرب. اول ساعات مش هنقدر. لازم كان الترتيب ان الخط ده ينتهي. احنا كان همنا ان احنا نقطع خط الغاز. خط النار ده خط الميه لو ولعت ما مش عامل ايه. فكان كل همنا ان احنا نقدر كل النقط الحصينه وانابيب البترول اللي على قناه السويس دي
في نفق مفعولها. عشان تعرفوا تعدوا للجبهة هيخش الثانية. ازاي في النار؟ محدش يخش في النار، لا حصان ولا جمل ولا بني ادم ولا اخش ازاي؟ واخد بالك؟ فكان الترتيب ان ده بعد الطيران ما ضرب كان الجنود بتاعنا بالمظلات خلف خطوط العدو عشان يجوا علينا هم كده واحنا نخش عليهم عشان نقدر نوصل لمرحله نعملهم كده زي سندوتش كمين كده. فكان كل نقطه حصينه ليها من الولاد الله يحميهم اللي قدروا يخشوا عليها عشان يقطعوا خط انبوب الغاز بتاع النابالم ده. كان لا تتصوروهوش، تصوريش انت تخش على بوتياز، تحط يدك على بوتياز، طب حط يدك على شمعه كده اهو، مش تحط على نار كده ملهاش حدود، بقول اولها في الميه واخرها في السماء. بالمازوت ده ومسال بيه بنزين عشان يبقى سريع الاشتعال، وعندما اشتغل خلاص بخش. خلاص. واعلان النصر كان بعد كم يوم بقى من الحرب، يعني بعد انتهاء الحرب خالص ولا؟ ما احنا بعد الحصر كان خلي بالك بقى ايه اللي هو وقف اطلاق النار وكل واحد قاعد على الحدود لغايه ما جت بقى ايه الفك الاشتباك وبتاعت المحادثات كيلو 101 وكاسنجر وبس. السادات ده راجل يعني لازم يعني لازم يحترم. السادات ده عبقري، عقليته ايوه عبقري في السياسه. عبقري 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 الى ابعد الحدود. والله العظيم بقول لك كل واحد كان بيفكر كان بيشارك في الحرب ده والله العظيم ربنا مديله سر من اسراره. ما هياش علاقات انسانيه اطلاقا، دي علاقات الهيه ربانيه. انا اقولها لك يعني ولمصر ان تفتخر بذلك. احنا اللي عاوزين نغرسوه اللي احنا مر علينا اكثر من 50 سنه. الجيل ما كانش اتولد. ايوه طبعا. ولا ابهاتهم كان بعض الجيل ما يعني عيل في الثانويه ابوه ما شافش ما كانش عمره 50 سنه. احنا لما نموت مش هتلاقوا حد يقعد كله كل الكلام ده هيقول ما ينفعش يتقال من الكتب. عايز يتقال كده من 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 ذاق غير من سمع. انت احنا زبنا وشفنا. طب ما ينفعش يعني تعملوا انتوا زي على اليوتيوب كده يعني كسرد للاحداث اللي انتوا حضرتوها، لان حضراتكم حضرتوا عارفين كل حاجه في الحرب طبعا. وفي ناس احسن مننا توصيل المعلومه اكتر يعني. ده عايز يتوثق توثيق كده اهو ويتجدد. انا من رايي كده اهو كرايل استاذ بشغال في الفلسفه المفروض ان الدوله تبقى كده من خلال التوجيه اداره التوجيه المعنوي تعمل كل سنه برنامج جديد عشان خاطر ايه نجيب الاحداث ونمررها على الشباب ده عشان نعمل له مسحه لسيء ما فيه من افكار لحسن ما يجب ان يكون عليه من افكار. مهمه جدا. والاستعانه برضو باللي حضروا الحرب يعني هم بيستعينوا بس ايه زي القعده دي يبقى حاجات نص ساعه وباي باي بالسلامه يقول مين شافنا احنا دلوقتي. لا يبقى في حاجات موثقه على اساس الشباب بقى يعني يعرفوا وتدرس في الكليات في المدارس جزء كده من التربيه الوطنيه في الثانوي والاعدادي وجزء من الاتجاهات الانسانيه في الجامعات والمعاهد العليا عشان الاولاد دول يعني ايه ننقذ ما يمكن انقاذه. لان هم زي ما بقول لك عايشين في عالم افتراضي مؤلم. مؤلم احنا صعبين عليهم. المؤثرات الخارجيه كتير على 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 عقولهم يعني المؤثرات الخارجيه كتير يعني. احنا بص يا بابا احنا يعني القوه الناعمه السالبه صعبه علينا. صعبه علينا. ونقدر نقول لك احنا عايزين قوه ثانيه عشان تواجهها. مش تتواجه بالكلام لا. عايز تتواجه بفكر من ناس كده احسن منينا واقوى منينا وافضل منينا واعمق منينا. اكيد. استاذ الدكتور احمد كامل رشيد نقول كلمه اخيره تقولها لكل المصريين بمناسبه ذكرى حرب اكتوبر بما انك انت واحد كنت في الحرب. لكم ان تفتخروا بان مصر تملك شعبا يستطيع في كل الابعاد ان يحقق مراد الله فيه. فمصر ولاده، مصر محروسه، مصر مباركه وزي ما جاء في الانجيل الكتاب المقدس مبارك شعب مصر. اللي عايز اقولها لك مبارك شعب مصر. واخد بالك دي قضيه مهمه جدا. دكتور احمد كامل رشيدي نورتنا النهارده وان شاء الله يبقى لنا لقاءات كثيره ونستفاد بقى من كل معلومه حضرتك قلتها عن حرب اكتوبر وحضرتك توثق بقى المعلومات إن شاء الله. عشان الشباب يستفاد بيها باذن الله. شكرا للساده المشاهدين. شكرا لكم انتم كله والناس اللي ورا الكاميرا شكرا لحضرتك.